بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل دائما أجمعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، نجدد الترحيب بكم والتواصل من أرضية هذا الميدان، ميدان الشعب، ميدان اللبسة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ومع هذه الانطلاقات وهذه التحديات، شكرا للزملاء الذين سبقوني في التعليق على الأشواط السابقة، وأنا محدثكم متعب بن جبرين الشمري أتواصل معكم في انطلاقة شوطنا 11 والمخصص القعدان مهجنات الأصائل. وهذا الشوط مخصص لأصحاب السمو الشيوخ. نبدأ مع الصدارة على المركز الأول في هذه اللحظات، متواد الشاهين، وتعود ملكية لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي علي بن سعيد الخاطري، متواجد في عملية التضمير والتدريب والمتابعة. النقلة مباشرة على المركز الثاني، وصول مقصص، وتعود ملكية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن نايع بن شاوي الغفلي، متواجد في عملية التضمير والتدريب. والنقلة مباشرة على المركز الثالث، والتسلل الجميل والتسلل الجميل من الجانب الآخر، تسلل الجيب، وتعود ملكية لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى سلطان بن سعيد الخاطري، متواجد في عملية التضمير والتدريب. وينتقل انتقالة جميلة إلى صدارة الشوط وإلى القيادة في هذه اللحظات. المركز الثاني متواجد في هذه اللحظات من الجانب الآخر. مشاهدينا متابعينا الكرام، وصول شاهين، وتعود ملكيته لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بن رفيعة، متواجد في عملية التضمير والتدريب والمتابعة. المركز الثالث وصول شاهين، مشاهدينا متابعينا الكرام، وتعود ملكية شاهين لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي محمد علي بن سعيد الخاطري، متواجد في عملية التضمير والتدريب والمتابعة. مع هذا الشعار المركز الرابع، وصول مغادر من الجانب الآخر، وتعود ملكية لسمو الشيخ مازن بن محمد بن راشد المكتوم ثابت بن سلطان بن رشيد، متواجد في عملية التضمير والتدريب والمتابعة. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، وصول مقصص، وتعود ملكية مقصص لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سالم بن نايع بالشاوي الغفلي، متواجد في عملية التضمير والتدريب والمتابعة. المركز السادس مشاهدينا متابعين، هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام، والنداء الأول للمراكز الأولى والمتقدمة لهذا الشوط. نعود إلى الصدارة، نعود مع الجيب، الجيب مسيطر والمملوك لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى سلطان بن سعيد الخاطري، متواجد في عملية التضمير والتدريب والمتابعة بهذا الأداء الجميل والعرض المميز الذي قدم الخاطري مع هذا الشعار الجميل، صاحب الصولات والجولات، مسيطر على المركز الأول بهذا الأداء الجميل والعرض المميز. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، وصول شاهين، شاهين واصل، ومملوك لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي علي بن سعيد الخاطري، متواجد في عملية التضمير والتدريب والمتابعة. المركز الثالث، المركز الثالث وصول شاهين، والمملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، متواجد الخطير مع هذا الشعار الجميل والمميز. المركز الرابع من الجانب الآخر، وصول مغادر، والمملوك لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم ثابت بن سلطان بن رشيد، متواجد في عملية التضمير والتدريب. والمركز الخامس وصل الغزال، يا سلام، وصل الغزال مشاهدينا متابعينا الكرام، والمملوك لسمو الشيخ محمد بن هيان آل نهيان جمعة بن محمد بن خليفة المزروعي، متواجد
في عملية التضمير والتدريب والمتابعة. المركز السادس وصول نشوان، نشوان واصل، والمملوك لسمو الشيخ عبد الله بن صقر بن راشد النعيمي بخش بن محمد متواجد في عملية التضمير والتدريب والمتابعة مع هذا الشعار. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام من المراكز الأولى والمتقدمة بهذا الشوط. نعود إلى الصدارة، نعود إلى القيادة، نعود إلى الريادة على المركز الأول. لا زال مسيطر، مسيطر الجيب، الجيب مسيطر، والمملوك لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى سلطان بن سعيد الخاطري متواجد في عملية التضمير والتدريب والأداء المميز الذي قدم الخاطري على المركز الأول مع هذا الشعار الجميل. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الأعزاء وصول شاهين، والمملوك لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي علي بن سعيد الخاطري متواجد في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث يا السلام، بدت تصل الأسماء، بدت تصل الأسماء، وصول شاهين على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير واصل مع هذا الشعار على المركز الثالث. والمركز الرابع وصول نشوان، والمملوك لسمو الشيخ عبد الله بن صقر بن راشد النعيمي واصل بخش بن محمد متواجد في عملية التضمير والتدريب. المركز الخامس وصول شاهين، والمملوك لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بالغافان الجابري متواجد في عملية التضمير والتدريب. روح يا ابو حمد، ركز امورك مع هذا الشعار ومع هذا الاداء الجميل والمميز. المركز السادس من الجانب الاخر مشاهدينا ومتابعينا الكرام مصول مغادر، والمملوك لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم ثابت وسلطان بن رشيد متواجد، نابت وسلطان بن رشيد متواجد في عملية التضمير والتدريب والمتابعة. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان للمراكز الأولى والمتقدمة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى القيادة، لا زالت القيادة والسيطرة. أشوف التغيير اللي جرى على المركز الأول، شاهين يسيطر، والمملوك لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي مسيطر مع المضمر علي بن سعيد الخاطري مسيطر على المركز الأول ومع الشعار بالأداء الجميل والعرض المميز. المركز الثاني وصول الجيب، والمملوك لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى سلطان بن سعيد الخاطري متواجد في عملية التضمير والتدريب والمتابعة. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام وصل شاهين، والمملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد واصل، واصل بن رشيد الخطير في الأمتار الأخيرة. المركز الرابع يا سلام وصل شاهين، والمملوك لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بن رفيعة متواجد في عملية التضمير والتدريب والمتابعة. المركز الخامس وصول صوغان، وصول صوغان، والمملوك لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة. هذا النداء الأول لهذا الشعار متواجد في عملية تضمير والتدريب. المركز السادس وصول الجيب، والمملوك لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى سلطان بن سعيد الخاطري متواجد في عملية التضمير والتدريب والمتابعة. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود إلى الصدارة، نعود إلى القيادة، 600 متر عن الناموس وعن الزعفران وعن المركز الأول. لا زال شاهين مسيطر، شاهين مسيطر، والمملوك لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي مع علي بن سعيد الخاطري متواجد في عملية التضمير والتدريب والمتابعة. أشكرك يا أبو سعيد على هذا الأداء الجميل. افهق عصا من عصا لا تطير، افهق عصا من عصا لا تطير يا أبو سعيد، مسيطر على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد سلطان بن رشيد متواجد في عملية التضمير والتدريب. أعود إلى شاهين، أعود إلى شاهين، أسرع من الشواهين، مسيطر على المركز الأول لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي علي بن سعيد. سلام سلام لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي المضمر علي بن سعيد الخاطري على وشاهين في المركز الأول. المركز الثاني كان وصول شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم
احمد وسطان بن رشيد السويدي متواجد في عمليه التضمير والتدريب. المركز الثاني كان وصول نشوال اسمه شيخ عبد الله مصقب بن راشد النعيمي. بغش بن محمد متواجد في عمليه تضمير وتدريب. والمركز الرابع كان وصول شاهين لسمو مقام سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم. مطرب بن محمد بن رفيع متواجد في عمليه تضمير وتدريب. والمركز الخامس كان وصول صغان لسمو شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. محمد بن سعيد بن حلوه متواجد في عمليه التضمير والتدريب. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام المراكز المتقدمه. نرجع بالتهنئه لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي على فوز الشاهين في المركز الاول وانتزاع نقطه هذا الشوط. والمضمر علي بن سعيد الخاطر والتوقيت الزمني الذي قطعه الشاهين كان مقداره 9:51.6 بالوفاء والتمام. والمركز الثاني كان وصول شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. احمد بن سلطان بن رشيد السويدي متواجد في عمليه التضمير والتدريب. ادى اداء جميل شاهين وعرض مميز على المركز الثاني وقطع مسافه قدرها 9:58.4 بالوفاء والتمام. التهنئه والناموس. المركز الثالث كان وصول نشوان لسمو الشيخ عبد الله بن صقر بن راشد النعيمي. بخش بن محمد متواجد في عمليه تضمير وتدريب وقطع مسافه وقدرها 6:10.3 بالوفاء والتمام. التهنئه والناموس لجميع المشاركين والف مبروك للجميع. مشاهدينا الاعزاء ناتي الى ختام هذا السباق، املين ان نجدد لكم في